لا لا بعد شوي يدير خلي غربت. لا بعلمك بعلمك صدق صدق. أنت كذلك أيضا يعني دقيقة أنا المقدم الآن. يلا أنت الضيف. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، بكل بساطة أحييكم وبأجمل وأرقى وأسمى تحايا الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أود أن أقول لكم أن الليلة المفروض أنها تكون مختلفة، المفروض أنها تكون بطريقة مغايرة لكم، المفروض أنكم تتعرفون معي على ظل الشخصية التي أمامي، ولكن لقلة الإمكانيات ما قدرنا نجيب ظل أو نغير صوته. هذه صح. نعم كذا بتكلم أنا بكل بساطة، ما قدرت أغير الإمكانيات أو أني أجيب الإمكانيات اللي تساعدني في هذا العمل. فأنا أقدم لكم ضيفي الكريم اليوم عبد المجيد الذيابي، حياك الله. لو سمحت أنا عبد المجيد بن نفال. عبد المجيد بن نفال وطالب من هذا البرنامج أنهم يغيرون اسمي لعبد المجيد. عبد المجيد أول تصريح لعبد المجيد بن نفال أن يغير اسمه من عبد المجيد الذيابي لعبد المجيد بن نفال. للأسف مو أول تصريح، يعني سبق وقد. هذا التصريح في حلقتنا الليلة. أوكي تمام، حياك الله عبد المجيد. حياك ربي عبد المجيد. سمعت كثير عنك، الآن أبي أسمع منك. يا ربي الآن أبي أسمع منك. أبيك خلنا ندخل شوي في الحياة الشخصية، ما أبي أسألك عن حياتك العملية والمهنية والسوشيال ميديا كذلك، لا أبي حياتك الشخصية، أبي قصص عبد المجيد، أبي المعاناة، أبي الجانب الجميل من عبد المجيد. عبد المجيد أول سؤال أسألك إياه، إيش يعني لك سامي؟ إيش يعني لك سامي؟ الدنيا بما 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 حملت. الله. سؤال ثاني عبد المجيد. أسلم. وش يعني لك الفقد؟ فقد عبر اش اسمع، اعتبر نفسك الآن في بحر وأنت الشخص اللي يسبح في هذا البحر، لا تنظر لأي ميناء حولك، اسبح وأبحر في إجابتك. والله ماني الفقد ما أتمناه ولا أبغاه. إيش الخطوط الحمراء اللي ممكن يوصل لها الشخص وعبد المجيد يقول هذا الشخص إذا وصلها راح يفقدني؟ أنا مو قصة إني أفقدني، أنا اللي أخاف، أنا أنفقد ولا 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 أفقد. لا طب خل أخذها من جانبك أنت، إيش الأشياء اللي ممكن إذا شخص تجاوزها مع عبد المجيد يفقد عبد المجيد؟ بس المس بكرامك طبعاً. الإيش؟ كرامتك، واحد مثل ما تقول يستغفر لك. الاستغفال، مس الكرامة. مس الكرامة، الكرامة هي أكيد على كل. كيف ممكن أحد يمس كرامتك؟ كيف يمكن أحد واضحك لكل الناس؟ يعني مثلاً السب. الشتم، الخطأ، أي طريقة كانت أنه يمس كرامتك. عبد المجيد ما يسامح؟ لا يسامح، بس بحدود ما كل شيء. تسامح يا عبد المجيد؟ أسامح، لكن الشيء اللي يسامح عليه، أما الشيء اللي إذا كان كبير بالحيل وزيادة غلط. ممتاز. يعني غلط. يعني أنت تسامح لكن فيه خطوط حمراء إذا وصل لها الرجل مستحيل أنك تسامح فيها. نعم. ما شاء الله تبارك الله. عبد المجيد على فكرة. سؤال ثاني عبد المجيد. بقول لك شيء والله الصراحة. سم صدري وس، يعني ما بسوي البس توب مثاليه. لا لا قل قل انا هنا. الصدر وسيع جدا، لكن وعلى فكره ترى اتحمل، وعلى فكره ترى امشي شيء ممكن ما يمشي تستغرب، ولكن اذا وصلت الخط الاحمر خلاص انفجر. يعني اذا زودها زياده مره ترى تخرب. وصلت لمرحله الانفجار هذه في مره من المرات؟ كثير كثير مو مره يعني زياده، ممكن شخصين. أبي مرة واحدة فيها قد انفجر عبد المجيد انفجار كبير خارج هذه الأسوار. نعم أنا ما أحتاجك داخل هذه الأسوار، أنا أبي عبد المجيد في حياتي الشخصية. في حياتي الشخصية نعم. جت انفجارات وعدت بالشركة بسلام. علمني عن واحدة عنها. أنا من النوع اللي مثلا ما أبيها. لا لا ما أبيها مع يعني أقاربك، خليها مع صديق لك مثلا. صديق يحاول أن ينصح ولكنه يجرحني بالكلام، ما يدري هو، عرفت يعني، يعطيني بالكلام ويجرح في الكلام. أنت وأنت ما أدري هو نصائح ولا يعني يجرح يجرح بالكلام ومس، وأنت فيك وأنت فيه ولا تسوي كذا، أي شيء يسوي ولا تسوي كذا، أنت ما أنت ما أنت مدري شنو، لين وصل إلى آخر سقف عندي في الاحتمال ما عاد أقدر أتحمله. أيوة عرفت. فللأسف شديد ندمان عليها، أنا جدا ندمان عليها. مكان عام كنا فيه وذب علي كلمة، كانت مثل ما تقول الحين مو الإناء خلاص ممتلي. نعم. إذا جت فيه نطفة خلاص تطلع تسيف الموية زي كذا. يا سلام. يا سلام. عطانيها طال عمرك وانفجرت عليه. عبد المجيد طيب نقدر نقول إنك
شخص حساس ولا تدمح واجد؟ أدمح واجد. طب سؤال ثاني بسيط جدا، تتقبل الشخص اللي ينصحك كثير؟ حدود النصيحة إذا كانت مطرف على جنب أقبلك، أما قدام الخليقة تجي تمسكني تراك وتراك 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 غلط. يعني غلط أني أمسك قدام مثلا الحين العيال أقول مهند أنت فيك وفيك ترى ما يصلح كذا ترى ما غلط تسوي الشيء الفلاني، لا أنا بنصحك أحبك يا مهند أنا أمسكه على جنب من دون ما حد يدري عني. حتى ممكن في بعض الأوقات إذا حتى إذا زعلني شخص زعلني تكلم كلام وزعلني ترى ما أجي قدام الناس أمسك على جنب وقلت لك أنت غلطان في الشيء الفلاني والحاجة الفلاني. طيب سؤال ثاني، أنا هنا ترى أخذ آرائك ما أرد عليها اعذرني. سؤال ثاني، هل نعتبر عبد المجيد مستقل برأيه أو شخص يتبع الآراء اللي يعتقد أنها صحيحة؟ مستقل برأيي، وإذا شفت رأي أفضل من رأي مثلا إذا شفت خوي مد علي رأي زين وطيب خذيت به، لكن إذا كنت مثلا لحالي وعندي وأقدح من رأسي على قولتهم يعني ما عندي أحد أشاوره ولا شيء أبدي اللي في رأسي. يعني بما أنك الآن ما شاء الله تبارك الله، بما أنك الآن ما شاء الله تبارك الله في السوشيال ميديا لك باع كبير ولك متابعين ومشاهدين، هل دخولك للسوشيال ميديا أو الإعلام بشكل عام كان رغبة ولا تخصص؟ كلها رغبة. كيف يعني تخصص؟ رغبة ولا تخصص يعني جامعي؟ لا 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 رغبة. رغبة؟ مين شجعك؟ أنا فقط. نعم على فكرة ممكن تقدم برنامج كاريزما ما كان في أحد معي، كانوا الكل ضدك؟ جدا كان في ممكن في ناس كانوا ايضا ضدي. وليش عاندتهم؟ ولا مو عاندتهم بالعكس، الا يعتبر عناد. لا مو بعناد، هو شيء انا اشوف ان الدعوه فيها مثل ما تقول فائده ان شاء الله، فانا لحالي بنفسي اللي رحت قدمت ورحت اللجنه ولا كان احد يدري. بعد ما طلعت من اللجنه تدري من اللي درى مين؟ الوالده الله يطول عمرها. رفعت عليها التليفون قلت 1 2 3 او قبل لا ادخل على اللجنه. قبل لا أدخل رفعت عليه التليفون ولا واحد يدري أبداً. أبداً رفعت عليه التليفون. حتى زوجتك؟ نعم ما حد يدري. ما تحس أن الموضوع يحتاج شور على الأقل لو شخص واحد؟ هو شور بس سأطريتهم تقولوا أنت تقدح من رأسك أو إيه؟ أنا شفت أن الشيء ذا جميل بس أنا ما أدري هو يتم ولا ما يتم ولا بالعكس. أنا أشوف هالي أنا يعني جزء مني عرفت، بس مو جت في لحظة يعني ممكن قدمت خذيت 2 أو 3 أيام دقوا علي وجيت. يا سلام. إيه ما حتى فيها إني أتكلم وأقول كذا ولا يعني عطيتها ذاك الاهتمام إني أبلغ عرفت، وحبيت إنها تكون بيني وبين نفسي. قلت إذا تمت على خير فهمنا الله، وإذا ما تمت فهمنا الله، إذا ما تمت فبخليها على. ما خفت من غضب اللي حولك إنك ما شفت أحد فيهم؟ يسعدون جدا، سعدوا جدا. ممكن يجي عتاب ليش؟ طب مين اللي كان ضدك؟ توك تقول كانوا في ناس. في ناس ضدي ما أقول لك لا، في ناس ضدي. يعني أنت استشرت قبل لا تروح؟ لا 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 قبل لا قبل لا أنا قد قدمت سابقا عرفت في برنامج. نعم. اللي هو جد رصيدك عرفت وطلعت منه وقفلت ورجعت الآن في برنامج كاريزما. إيه. ورجعتي البرنامج كاريزما من رأسي أنا. لكن في برنامج بداية كانوا كل ضدك؟ لا بالعكس. طب مين اللي كان ضدك؟ في برنامج بداية أنا ترى معلم وإني أنا برايح وإني أنا بمشي، بس كانوا في ناس ضدي يعني إنك بتطلع مثل ما تقول بتطلع وش عندك بتسوي. أبي رسالة للناس السلبية أو الناس اللي يردك حتى عن الأمر المباح اللي ممكن فيه نجاح أو خسارة لك، ليش ما تجرب الخسارة وتجرب النجاح؟ إيش المشكلة؟ طيب بدي الحياة تجارب صدقت الحياة. نعم أبي رسالة للناس السلبيين. والله يتركون الناس فكوا الناس الله يرحم والديكم خلوا الناس تنطلق وتشوف حياتها. والله أنا أقول يعني وش يضرك؟ لا شفت إبراهيم مثلاً طلع بينجح وإلى طريق نجاح. لا أنا أقول أنا أقول وش بيضرني لو خسر أو نجح؟ إيه ما يضر. هو عنده رغبة روح حتى خسارة ونجاح وتعليم له. بس أنا ما أدري ليش إذا مثل ما تقول. لدرجة إنه وين بيروح وش بيسوي ممكن يفشلنا ممكن يسوي لا يسوي بتحطيم تكسير عرفت نور التريلات ممكن يفعل بنا ممكن. طيب ليش تقول كذا؟ وش أنا بسوي يعني لو نروح إنه تعتقد أن الأشخاص يمثلون أنفسهم ولا يمثلون عوائلهم؟ يمثل نفسه حتى فقط. ما يمثل حتى أخوه اللي ملحمته
أخوه اللي من الحمد. في اعتقاد كبير جدا في الشعب أنه الإنسان ما يمثل فقط نفسه بل يمثل مجتمعه ويمثل قبيلته يمثل مجتمعه ويمثل قبيلة. أنا عارف بس إذا أنه أبوه طيب وأخوانه طيبين وهله طيبين ويطلع هو شاذ أو شو سوي له؟ أنا أروح أعم أبوه معه؟ لا بالعكس ممتاز. الخطأ أنا أشوف أنه يخص. مثلا أنت يا مهند جبت خطأ وش دخل أبوك؟ وش دخل يجي وحط أبوك معك؟ وش ذنبه أبوك؟ أبوك لو أنه داري أنك زي كذا زلابه ما له ذنب، ما هو راضي عليك نهائيا. أنه أعرف أن أبوك الخطأ ما يعجبه، فأنا أقول أن الخطأ لك أنت مو بالغيرك. ممتاز. أنت مخلص جامعة؟ أبدا ما دخلت جامعة؟ ما دخلت جامعة. موظف؟ أنا أعمال حرة. ما شاء الله تبارك الله، الله يرزقك. أنا ممكن أطلع من هذا اللقاء وأكون شريك معك. حبيبي ورجاجي ممكن أطلع من برنامج هذا وأكون شريك معك. والله العظيم لك لقاء كني. الله يسعدك. عندك أي سؤال أو أي رسالة ودك توصلها للجمهور من خلال هذه الحلقة؟ إيه. أول شيء مو بس فقط للناس يعني اللي برا وكذا، حتى لنا احنا اللي جالسين، واخص بكم نفسي يعني قبلكم كلكم. اولا حب لنفسك، حب لنفسك. ما تحب لغيرك. غير كذا لا تحاول انك تجرح في 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 مثلا في اجرح في مهند، اجرح في ابراهيم، اجرح له ناس يتابعونه، لها أهل، لها أخوان، عرفت؟ يعني له عالم. مو بزينك تجي وتجرف تتكلم وتطعن، عرفت؟ حتى لو فلبت تجي وتكلم عليك يا مهند، أنت فيك وما يخطيك، وأنت ما يرضي الناس اللي وراك. صحيح. إذا أنك أنت فعلك ما يجمل، أنا بحشمك مو بعشانك أنت، بحشمك عشان الناس اللي قاعدة تشوفك. صحيح. أن أي كلمة حتى أمك لو تشوفنا الحين وأتكلم عليك، أنت يا مهند فيك وفيك وفيك، وش بيكون ردة فعله؟ يكون رد فعلها انه بتزعل. طبيعي جدا، تزعل جدا، وتلقاها ممكن انها تصلي وتدعي علي، صح ولا لا؟ صحيح. نقدر نختم هذه الحلقه بما اننا كلنا سنرحل؟ نعم انا براحلين. كلنا سنرحل، راحلين ان شاء الله، كلنا سنرحل بعد عمر طويل. لكن رساله عن الرحيل نختم فيها هذه الحلقه. ليش مو شرط يكون الرحيل هو الموت يا عبد المجيد؟ لا، حتى الرحيل من الاماكن، الرحيل من أحداث. قبل أن ترحل أبي رسالة. قبل أن ترحل أو أي مكان تحل فيه، أي مكان تحل فيه، حتى لو أنك مثلا تعرف أنها فترة بسيطة وبتطلع، حتى لو أنك لقيت ناس يضايقونك، حتى لو أنك تعرضت لشيء مو ما يسر خاطرك، حاول أنك قدر ما تقدر أنك تجعل أثر طيب في صدور أخوياك وفي صدور حتى المعدين وصدور الناس كلها. لا تحاول حتى إذا كان في شفت خطأ ولا شيء، لا تستعجل بالغضب، اكتم ولو الشديد عند وش ليس شديد بالسرعة، إنما شديد عندما الذي يملك نفسه عند الغضب. يا سلام، إذا ملكت نفسك الله عند الغضب حاول أنك تقدم الحسنة قبل السيئة. شكرا لك عبد المجيد، كان لقاء رائع جدا. أنا يعني أستسقي كلمة جميلة قالها أحد مدربي الدورات أحبها جدا، يقول تعلم متى ترحل. تعلم متى ترحل. أنا أشهد. أي والله. ليس كل رحيل خسارة، وليس كل رحيل نجاح. والله انك صادق. شكرا لك اخي عبد المجيد، كان لقاء. المقطع اللي قلت تعلم متى ترحل، والله نعم. العظيم انك جبار، بس قبل ان ترحل اترك بصمه، اترك اثر، اترك، لا تجعل حتى لا تجعل لك اثر سيء مهما كانت الظروف. حاول قدر ما تقدر انك تحط اثر طيب في المكان اللي حليت فيه، واللي رحت للريدي يذكرونك بالخير، ما يذكرونك بشيء سيء. شكرا لك عبد المجيد، سعدت جدا بزيارتك لنا الليله. الله يجزاك خير على قبول هذه الدعوه. أشكرك. أنا ودي أصور سناب معك بعد الحلقة، أتمنى ما ترفضها. شوف ترى الناس يتابعونها. لا بقول لك شيء، بما أنك مشهور. لا بقول لك شيء، أنا ترى الصدق والله إني أفخر يوم إني أعرف رجل مثلك، ومثل أبو فراج، ومثل إبراهيم، الله مثل عادل بن هيف، مثل مشعل، مثل أبو مشعل قصدي، مثل راكان بملهي، مثل وليد، مثل الطنق، مثل أبوهم اللي جوا عندنا من أولهم للي غادر ولين هالحين. والله إني أقول صادق. الله يسعدك. إحنا نبي نختم اللقاء الآن يا عبد المجيد، نبي نختم اللقاء. السلام. شكرا لك. ودي لك تقفل، ما بيك تقفل. ما تبغانا نقفل؟ والله واللي في نفسي بيده ما بيك تقفل. الشاره عليك كاريزما، كاريزما. ابدعت المعد حقك. لا هذا المعد، هذا ايش؟ هذا المعده. وش السؤال اللي جايبه قبل شوي يا اخوي؟ انا وش السؤال اللي جايبه قبل شوي؟ لحظه يا اخوي، طلعه.
دق عليه يا اخوي خصم الراتب اخلص.